إذن مستمعينا أنتم دوما في الاستماع إلى مواد وبرامج إذاعة الحسيمة. نصل الأحظاء إلى فقرة مع الحدث، وفقرتنا اليوم نطل عليها فيها على وضعية السدود بإقليم الحسيمة. من أجل هذا يسعدني أن أستضيف السيد سعيد اللوزي، مندوب حوض الركوز بالحسيمة. سيد سعيد، مرة أخرى أهلا وسهلا بك معنا عبر أثير إذاعة الحسيمة. شكرا فيها. اهلا وسهلا. اذا الاستاذ سعيد، الوضعيه ديال السدود الان في اقليم الحسيمه كيف النيه وكيف عامله، خصوصا بعد التساقطات المطريه الاخيره اللي كتعرفها اللي كيعرفها الاقليم وكتعرفها طبعا باقي اقاليم المملكه؟ بالفعل اخت سهام، عرف اقليم الحسيمه في خلال شهر اكتوبر تساقطات مطريه جد مهمه، وهذه التساقطات المطريه كان لها انعكاس ايجابي على الموارد المائيه بالاقليم، لا على فيما يخص الموارد المياه السطحيه ولا المياه الجوفيه. بالنسبه للمياه السطحيه كنعرفوا بانه الحقنه ديال السدود اللي عندنا حاليا في الاقليم، اليوم جوج سدود، عندنا سد عبد الكريم الخطابي وسد الجمعه. تقريبا في سد عبد الكريم الخطابي عندنا نسبه الملء حاليا تقريبا وصلت 74%، وبالنسبه لسد الجمعه 44%. ولا قارنا هذه النسبه الحاليه، لا قارناها بالنسبه للسنه الفارطه، كنقول بانه السنه الفارطه كان سد عبد الكريم الخطابي ما كتجاوز فيه نسبه الملء خلال نفس الفتره 20.4%. هذا فيما يخص المياه السطحيه. فيما يخص المياه الجوفيه، هذا التساقط وقع ايجابي كذلك على الفرشه المائيه بالاقليم اللي عندها دور مهم في تزويد الساكنه بالماء الساحل للشرب، بحيث شفنا ارتفاع في نسبه ديال الفرشات المائيه داخل الاقليم، سواء الفرشة المائية ديال الريس ولا الفرشة المائية ديال الكور. نعم، اذا يعني ارقام مبشرة بالخير ان شاء الله، وحنا مع بداية فصل الشتاء ان شاء الله غيكون اكيد واحد الحقنة اللي هي تقدر انها تستجب المتطلبات الساكنة من الماء الصالح للشرب. اذا في الجهة الاخرى هناك مشاريع اخرى سيد سعيد لوزي اللي يعني كتشتغلوا عليها على مستوى حوض كوس، خصوصا واد غيس، ففين وصلت فيه الاشغال الى حدود اللحظه؟ بالفعل بالنسبه للحسيمه، زائد هذه المنشات المائيه اللي كاينه حاليا اللي عندها واحد الدور مهم في تزويد الساكنه اللي قلت لكم هما جوج سدود، زائد النبضات المائيه اللي كاينين سواء الفرشه المائيه ديال غيس ولا نكور، هناك مجموعه ديال المشاريع اللي بدات تتم البدايه في الانجاز ديالها، واللي كتهم بحال اللي قلت لك مشروع ديال بناء سد واد غيس، سد كبير على واد غيس اللي تقريبا نسبه تقدم اشغال فيه بحيث بانه الحقيله غتوصل فيه تقريبا 93 مليون ديال المتر مكعب، وغيستطع باش يلبي الحاجيات ديال الساكنه على المدى حتى على المدى البعيد. نعم، في الجهه الاخرى هناك مشروع ديال تحليه مياه البحر، هذا المشروع واش لازال قائم سي سعيد؟ بالفعل اخت سهام، بالاضافه ديال تعبئه المياه السطحيه اترافير ديناء سد غيس، هناك واحد المشروع ديال تحليه مياه البحر اللي تقريبا بالبدايه في الاشغال فيه في طور الانجاز، وتقريبا وصل واحد نسبه تقدم اشغال جد مهمه، واللي غيكون تقريبا لا ميزون سيرفيس ديالو غتكون ان شاء الله خلال بدايه شهر 2019. اذا بحال اللي قلت الاخت سهام، كنلاحظوا بانه الاقليم الحسيمه ان شاء الله بهذه المنشات المائيه المتواجده حاليا اللي كاينه هي الجمعه والجمعه الطبي، بالاضافه الى تعبئه المياه الجوفيه من النابضه ديال غيس والنابضه ديال الكور، زائد المشاريع المستقبليه اللي ماشي المستقبليه، تقريبا المشاريع المستقبليه اللي جايه على تقريبا هذا بناء سد كبير على واد غيس وتحليه مياه البحر، ان شاء الله اقليم الحسيمه ما يعرفش اي خصاص في التزويد بالماء الصالح للشرب، لا على المتوسط ولا على المدى البعيد ان شاء الله. ان شاء الله هذاك يعني هذا الشيء اللي كنتمناوه السيد سعيد اللوزي، مندوب حوض الركوز بالحسيمه. شكرا جزيلا لكم على كل الاضاءات والمعطيات اللي عطيتوها لنا حول حقنه السدود باقليم الحسيمه، واكيد غنبقاو متواصلين باش نعرفوا كل جديد على مستوى هذين السدين. شكرا اخت سهام، وشكرا المستمع الكريم. شكرا جزيلا لك سيد سعيد اللوزي. اذا مستمعينا مستمعاتنا، بهذا نصل الى نهايه فقره مع الحدث خصصناها اليوم للاطلاع على وضعيه سدي الجمعه وعبد الكريم الخطابي على مستوى اقليم الحسيمه، خصوصا مع التساقطات المطريه التي يشهدها اقليم الحسيمه على غرار باقي مدن المملكه. فقرات ومواد اذاعه الحسيمه كما العاده متواصله، واياكم بحول الله لغايه السابعه مساء.